اذا مستمعينا بالنسبه لنا باش الطريقه ديال التحضير ديالو سهله، وغادي نحتاجو في المقادير الكاس ديال الماء، كاس ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال جيلاتين بودره، يعني جيلاتين كيكون غبره بودره. فهادو هما المقادير غادي نعاود باش نحضروا الناباج اللي كندهنوا به الحلويات باش كيعطينا اللمعان في الاخر. غادي ناخذوا كاس ديال الماء، وغادي نحتاجوا كذلك في المقادير كاس ديال سكر سنيده ومعلقه صغيره ديال جيلاتين بودره اللي تيكون غبره، وبالنسبه للعبار كنعبروا بالكاس ديال العنبه، ماء وسكر سنيده. اذا بالنسبه لطريقه تحضير الناباج، طريقه سهله، غادي ناخذوا كاسرونه فوق العافيه، غادي نديروا داك الكاس ديال الماء مع كاس ديال السكر سنيده، وكنبقاو نحركوا بالمعلقه ديال الخشب حتى كنشوفوا داك السكر سنيده داب مزيان في داك الماء، عاد كنضيفوا معلقه صغيره ديال جيلاتين بودره، وكنبقاو نحركوا تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، حتى يعني كنشوفوا انه داك الخليط يعني بدا كيتخلط مع بعضياته، بدا كيعقد لينا بواحد الشكل ديال ناباج. وعاد ديك الساعه كنطفيو ليه العافيه ونخليوه حتى كيبرد شويه، وكنديروه في واحد البواطه ولا واحد القرعه ديال الزاج اللي معقمه ونقيه، وكنسدوها مزيان وكنديروها يعني في الثلاجه حتى كنبغيو اننا نستعملوها. ومن الافضل يعني هاد الكميه كتخرج لنا واحد الكميه متوسطه، يعني ممكن اننا نستعملوها خلال الاسبوع، وكندهنوا بها سواء التورتات ولا الحلويات، يعني فوق ما تسمعوا اي حلوه اللي غادي ندهنوها بالناباج باش كتعطينا داك البريق، نديروا فوق منه هاد ناخذوا بالشيته وكنبقاو ندهنوا هذاك الوجه ديال ديك التورته اولا ديال الحلويات، وخاصه دوك التورتات اللي تيكونوا فيهم الكريمه وفوق منهم دوك الفواكه، كندهنوا دوك الفواكه بهذا الناباج اللي هو مصايب في الدار بطريقه سهله باش كيعطينا داك البريق وكيعطينا داك اللمعان. فهذه هي الطريقه ديال تحضير الناباج. يكفي انكم في كسرونه على عافيه مهيله نديروا كاس ديال الماء، ونضيفوا ليه كاس ديال السكر سنيده، يعني كاس ديال العنبه كنعبروا كاس ماء وكاس سكر سنيده، كنخلطوهم مع بعضياتهم في الكسرونه على عافيه مهيله، وحنا كنحركوا بالمعلقه ديال الخشب حتى كيدوب لينا داك السكر في الماء. عاد ديك الساعه كنضيفوا معلقه صغيره ديال جيلاتين بودره، وكنبقاو نحركوا، ما كتوقفوش على التحريك، كنبقاو نحركوا شويه بشويه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى كيبدا يتعقد لينا وكيتخلط بحال الناباج تماما، ومن بعد كنحتفظوا به في شي بواطه حتى كنبغيو اننا نستعملوه، وكل مره نبقاو نحضروه لانه المقادير قليله، طريقه سهله ديال تحضير الناباج، وحاجه اللي هي مصايبه في الدار.